هذه يعني صرنا على أبواب الشهر الكريم، وبهذا الشهر دائما كثير من الأشخاص بيعانوا من بعض المشاكل الصحية نتيجة يمكن تناولهم وجبات دسمة وعدم تنظيم غذائهم الصحي. أكيد يعني رمين، مثل ما ذكرتي يعني أيام قليلة بتفصلنا عن قدوم شهر رمضان مبارك، شهر الخير والبركة، شهر الكرم واللمة اللي بتجمع العائلة. وأكيد لهذا الشهر في وقع خاص على عاداتنا وطقوسنا بأوقات الفطور والسحور. أكيد يعني مع اختلاف الأطعمة لابد أنه ننتبه على النوعية والكمية والأوقات المناسبة لها. لهيك فينا نقول يعني رمين أنه هذا الشهر هو فرصة مناسبة لتعديل وتحسين العادات الغذائية الخاطئة اللي كنا تبعه، واكيد ممكن نعالج اجسامنا كثير من الامراض. واللي حابب يزيد وزنه او حابب ينزل وزنه اكيد بيقدر من خلال انظمه غذائيه متكامله رح نتعرف عليها اليوم سوا مع ضيفتنا اختصاصيه التغذيه عنان دلا. يسعد صباحك. صباح الخير صبايا، اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. معروف عنه صوموا تصحوا، ولكن في كثير من الاشخاص بيصوموا بيصير معهم تخمه، بيصير معهم امراض، بيكتسبوا وزن زائد. فخلينا يعني بلش مع حضرتك هيك انه كيف نحن ممكن نستفاد من الشهر الكريم ومن حالة الصيام لنحافظ على أجساد سليمة أو نعالج بعض المشاكل الصحية اللي كانت عندنا. تمام، بالبداية رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، نعاد على الجميع بالصحة والسلامة. متعارف عليه دائما انه شهر رمضان، انه انا بسمع على رمضان، انا بطلع على العيد معي 3-4 كيلو زياده، في ناس اكثر بنسمع بتقول دائما انه هن بيزيدوا الاشخاص اكثر ما هن ينحفوا. فاليوم بصدد نحن نحكي عن زياده الوزن، نعطي مجموعه من النصائح للاشخاص يلي بيعانوا من هذا الموضوع. هلا الصيام بحد ذاته هو بينحف، هو بيحسن مستويات الانسولين، مقاومه الانسولين بالجسم، بينظم مستويات سكر الدم، بيحرق دهون، كمان بيقلل مستويات الكوليسترول ضار ال دي ال. لكن شو اللي عم يصير عندنا نحن؟ هي الفائده ما عم ناخذها لانه نحن عم نبالغ ويصير عندنا افراط بتناول الطعام بعد المغرب او بعد الافطار، فبتتفنن ست البيت بمائده الافطار باكثر من نوع من وجبات الافطار الاساسيه. عم يكون عندي اكثر من نوع ممكن من الشوربه، عم يكون عندي من المقالي، عم يكون بعدين عندي الحلويات. فانا كانه صاير عندي انا بس انه انا بدي اكل هي الفتره بين الافطار والسحور، بس بدي اكل عوض هالنقص اللي صاير عندي طول النهار. لهيك نحن بصير عندنا بعد الافطار تخمه، مشاكل بالجهاز الهضمي، بياكل واحد بس بده يقوم يحط راسه وينام على قد ما هو صار في عنده تخمه والام بالمعده او بمشاكل بالجهاز الهضمي. كمان عم يصير في عندنا احتباس سوائل نتيجه زياده تناول السكريات، زياده تناول الاملاح او الشوربات المليئه بالاملاح. تمام، خلينا نحكي اكثر عن التوازن الغذائي، عن اهميته، كيف ممكن نقدر اليوم نحصل عليه خصوصا اليوم بالظروف الاقتصاديه والمعيشيه الصعبه على الكل. خلينا نوضح كيف ممكن نقدر ناخذ القيم الغذائيه من يعني ابسط الاطعمه، ابسط الوجبات، بحيث نحافظ على صحه جسمنا. تمام، هلا بالبدايه اهم نقطه نحن لازم نعملها انه ننظم وجباتنا الغذائيه. كيف بدها تصير؟ هلا ببدايه شهر رمضان رح يصير في عندي طبيعي تصير خربطه بالجسم لانه اختلفت عندي مواعيد النوم، مواعيد تناول الطعام، اختلفت روتين حياتي كله، يعني اول اسبوع بس لا يتعود الجسم. لكن احنا بدنا نحاول نكون يعني برويه هيك ندخل الطعام على جسمنا. لهيك دائما بنقول اول فتره لا تبلشوا دغري بوجبه الافطار بكاسات مي بارده لانه هي رح تضر المعده، رح تعمل الام بالمعده. اثنين، فيني بلش انا اذا امكن انه انا اقسم وجبه الافطار لوجبتين، مو بفارق كثير وقت، لكن بالبدايه خليني بلش انا بالتمر، بلش بزبديه شوربه وسط. دائما بنحكي نحن فينا ناكل كل شيء بس باعتدال، يعني انا مو ضروري احلم حالي ولا ضروري الشخص اللي رايح عند اختصاصي تغذيه يعمل نظام غذائي لانزال الوزن برمضان ل يعني يكسب هذا الشهر لينزل وزنه انه هو يفكر انه هو رح ينحرم. احنا رح ناكل كل شيء لكن باعتدال بكميات تناسب جسمي ووضعي الصحي. فبدي بلش بشوربة، فينا نقول عدس، شوربة خضار، أي نوع شوربة موجودة عندي لكن بكمية قليلة أو معتدلة. فينا نبلش كمان بصحن السلطة، وهون أعمل بريك أنا، فيني أقوم صلي، فيني أقوم إذا عندي ست البيت جلي، بس مهم إنه أنا أقوم أحرك شوي حتى ما يكون الأكل كله ورا بعض ويعمل لي تخمة ومشاكل بالجهاز الهضمي. هلا في حال ما قدر الشخص كان جاي كثير يعني جوعان وبده ياكل، فنحن بدنا نبلش بالطبق الرئيسي لكن نمضغ على مهل، ناكل ببطء مو بسرعة، نعطي الطعام حقه بتناول الطعام.
بالنهاية ما حنحكي نحن على نوعيات معينة يعني للشخص، لكن احنا نعطي نصائح عامة بنوعيات الأكل. دائما الصحن عنا يا نحن نقسمه فينا نقول بالنص، نص كربوهيدرات اللي هي فينا نقول ربع سلطات أو خضار، ربع الثاني رح يكون في عندي إن كان رز إن كان معكرونة إن كان بطاطا إن كان برغل كينوا، نوع من النشويات المعقدة. وفينا نقول كمان نحن ثلث بروتينات رح نحط، بروتينات حيوانية مثل الدجاج مثل اللحمة مثل السمك، أو فينا نعوض بالبقوليات في حال كان عندي أنا أكلة محتوية على البقوليات. هيك بكون أنا تنوعت، إن كان أخذت بوتاسيوم ومجموعة من الفيتامينات والمعادن من التمر، كان أخذت ألياف من الخضار الموجودة عندي، وكمان أخذت أنا بروتينات وأخذت ألياف من النشويات المعقدة. خلينا نركز على موضوع السكريات، كونه هو الموضوع اللي بيعانوا منه كثير من الاشخاص نتيجه الحلويات. يعني هي حلويات ما بيكون يمكن سعرها كثير مرتفع، ولكن تكون مليئه بالقطر. فخلينا نقارن مثلا، لما انت عم تحكي تمر، كم حبه تمر قديش مثلا لو اخذوا يعني حصه من هي قطعه الحلو القطايف، او الشيء اللي كثير بيكون فيه قطر قديش بيكون في فرق بالسعرات الحراريه. ايضا قارنوا بالفواكه العاديه الموجوده هلا بهذا الوقت. تمام، هلا نحن دائما بهذا الموضوع ما فينا نعمم، لانه كل شخص له نظامه الغذائي الخاص فيه حسب طوله ووزنه وعمره حسب حالته الصحيه. يعني نحن ما فينا نقول مثلا تمره ياخذوها كل الاشخاص، في اشخاص بحاجه ثلاث تمرات، في اشخاص ممكن يوصلوا لخمس تمرات. بالنهايه نحن دائما ثلاث تمرات وعاده تمره فاكهه. نحن هلا عم نحكي تمره ثلاثه خمسه، ما عم نحكي بصحن صغير تمر، هذا الفكره اللي عم نحكي. نحن حتى يعني في اشخاص بنهايه ايام الصيام ما بيعود مثلا يشتهوا ياكلوا التمر، فنحن بنعود هون بالفواكه. فهي يعني اختلاف اول شيء رغبات الشخص، اختلاف هو شو متعود وهو قديش بحاجه. لكن احنا عم نحكي وسطيا، ممكن من واحد لثلاث تمرات، ودائما التمرات بيكون حجما وسط مو التمرات الكبيره، لانه كمان هون بس كانت التمره كبيره فرح نقلل نحن العدد. بالنسبه للفواكه لازم نحن يكون عندنا حصص من الفواكه، ممكن اثنين ممكن ثلاث حصص، كمان بنرجع بنقول حسب حاجه الشخص، حسب وزنه حسب طوله حسب قديش عم ياكل هو. يعني كلياتها هي بالنهايه معادله، نحن قديش عم ناكل قديش احنا عم نحط حصص لباقي الانواع من الاطعمه. فحصص الفواكه ممكن نحن ناخذها بالسناك اللي هو بين 10 لل 11 بالليل، مع كاسه من الحليب مع كاسه من اللبن فينا نتناولها. هلا امتى فيني اكل حلويات؟ واكيد نحن ما فينا نمنع الشخص نقول له انه ما تاكل ابدا طول الشهر، لكن بنرجع بنقول الاعتدال، الاعتدال هو سر الصحه. انا فيني اتناول لكن مو على مدار كل يوم. يعني انا نحن بنلاحظ بعض العائلات انه كل يوم كل يوم كل يوم عندي ناعم، عندي صحيح. حلو، عندي معروك. الوربات، عندي المعروكه، المعروك كلها معجنات. هي للاسف انا لو فكر بهي نوعيات من الاكل بشوف انه ما في لها قيمه غذائيه. يعني هي بس عجين وسكر، او هي بس العجين مقلي وحطت له. يمكن هي بتجي مع العادات اللي بتكون برمضان، هي مشاهده التلفزيون والمسلسلات أكيد. فلازم يكون في نقرشات على الطاوله، هي هي الفكره. اكيد نحن نرجع بنقول ما في حرمان، ما حنحرم، بس نحن مو على مدار كل يوم. وفي حال اكلت انا ما بالغ بالكميه، يعني انا عندي الناعم هالقده مثلا القرص تبعه، فانا في ناس ممكن تاكل واحد كامل او تاكل نص. نحن فينا نتناول لكن باعتدال العامل كنترول على حالي. بالعموم النصيحه لتناول الحلويات لازم تكون يفضل بعد وجبه الافطار فورا، لانه انا هيك هيك مرفوع نسبه السكر بالدم عندي، فانا بستغل رفعه السكر بالدم عندي. فرد مره باكل قطعه الحلو، القطعه راح تكون بحجم فنجان القهوه، صحن تبع القهوه، ومو على مدار كل يوم. احنا فينا نقول على مدار يومين بالاسبوع متباعدين عن بعض. هيك بكون انا رضيت نفسي اكلت، وبنفس الوقت بكميات ما حتاثر علي بشكل سلبي او على زياده الوزن، وبتكون انا ما حرمت حالي. تمام، خلينا نحكي اكثر يعني من السلوكيات الخاطئه يلي ممكن يقوم فيها الشخص يلي بده ينحف برمضان ينزل وزنه. بشوف انه بيلغوا وجبه السحور على الاخير، هل هذا الشيء صحيح؟ وخلينا نوضح اهميه وجبه السحور. تمام، هي من اشد العادات الغذائيه الخاطئه، انه انا ما بيجي على بالي اكل، انا ما بشتهي الاكل على السحور، او ما بدي فيه، او انا سهران اوريدي على جسمين. تمام، اكل وجبتي. هلا النقطه الاولى، نحن لازم نعمل فترات مثل ما حقول لك صيام كامل، لكن انا اكلت وجبه الافطار تبعي، في حال اخذت الكميه اللي انا مخصصه لي فانا خلص بوقف اكل ممكن للعشرة 11، باخذ هون الوجبه الثانيه هي وجبه سناك خفيفه. تمام، بدي ارجع كمان هون وقف اكل انا من وجبه السناك كنت
الثانية أو الأولى على الساعة 11 للأربعة ممكن لقبل أذان الفجر لوجبة السحور. لازم أعطي هاي الراحة لجسمي أنا لأمعائي تهضم على مهلة، وأنا كمان ما ضل عم دخل سعرات حرارية لجسمي بجوع وبغير جوع. أما عن وجبة السحور كتير مهمة لأنه هي رح تعطيني الطاقة والنشاط لتاني نهار، هي رح تعطيني الحيوية لتاني نهار. كمان أنا كيف عم باكل أو شو نوعيات الأكل اللي عم باكلها على وجبة السحور هي عم تأثر بشكل إيجابي أو سلبي تاني نهار. يعني الناس اللي بتفطر أو بتتسحر من طبخ البيت هذا غلط، لأنه بيكون في أملاح كتير وبهارات كتير بالأكل. الناس اللي تاكل أجبان كتير كمان هو رح تتعرض للعطش طول النهار. فأنا بدي أختار نوعيات أكل مثل البيض، مثل اللبنة مثلا، مثل الحليب والشوفان. في ناس ممكن ما تحب تتسحر هي خبز ولبنة أو بيض، ممكن إلا مثلا كاسة لبن مع قطعة فواكه أو ثلاث تمرات أو موز مثلا. نحن دائما نختار الفواكه فيها بوتاسيوم كرمال تقيني من العطش بالساعات الطويلة للصيام. بنحكي كمان على العادات الغذائية الخاطئة، هي شرب كميات كبيرة من المي على السحور. دائما نحن بنشوف انه يلا مكسب نحن رح يقدم فلازم نشرب مي، فهون نحن عم نعمل مفعول عكسي لانه عم يعمل اجهاد للكلى. عم يصير في عندي ادرار بول اكثر، وبالتالي زيادة شعور بالعطش خلال الساعات الاولى وانا في من النوم. اكيد نتشكرك كثير عنان، شكرا لك للمعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لكم صبايا، شكرا كثير لك، واهلا وسهلا فيكي.